يومنا 27 نوفمبر. اذا كان هاتف حاضر اميني مرحبا. مرحبا عبد القادر. اذا شحنا في ملعب قربه النتيجه وين وصلت؟ النتيجه هذيك هي توك قلت لك 1-0 بالجزاء. عبد القادر تقعد معايا لحظه انا عندي لك لونس ناخذ غارديان. اي لحظه معاك تفضل. مرحبا 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 سي شو احوالك؟ انور بن حميده مدرب. اي مرحبا مرحبا سي انور. اذا انتصار نادي القربي اول انتصار في بدايه الموسم، كيفاش شفت المباراه اليوم؟ اول انتصار ما اصعب انتصار بحكم اللي احنا اليوم لعبنا مع ايكيب تكنيك مو قويه برشا. انا نقول هذه ايكيب في تونس هذه في البلان تكنيك الاولمبي النقل مازال عرفنا كيفاش نتحكموا في مجريات المقابله. جات معناتها ضربه جزاء معناتها مركيناها ما جازش ناس عرفنا كيفاش نوقفوا في التيران، عملنا تغييرات معناتها باهيه وان شاء الله ان شاء الله اول انتصار يفتحنا باب معناتها ان شاء الله معناتها الماتشات الجايه باش نجم نروح. سي انور الذي قربي في بدايه الموسم هذا وراء الي فريق السنه فريق صحيح عنده ما يقول في الرابطه الثانيه، تراشي انه تنجموا تطلعوا للدرجه الاولى السنه ام لا؟ والله السنه صحيح تقول لي انت معناتها عندنا ايكيب قويه، احنا كل عام عندنا ايكيب قويه، عندنا شبان قويين برشا، عندنا مركز تكوين كما قلت لك الجمعه الاخرى. ان شاء الله معناتها من الانتصار هذايا والهيئه مشكوره معناتها اللي هي وفرت لنا معناتها الامكانيات الماديه سواء بالتربصات او بالوفاء بالوعود في المنح الشهريه او في المنح المباريات. سي انور كيفاش شديت اليوم مردود الحارس نتاعك اللي انت مدربه الاول في الفريق؟ والله صحيح اليوم بون مش اليوم بركة اقحمنا حارس كنقولوا حارس جي بون هذه جديده في تونس جي في سن الامال معناتها لعب كان عام بركة امال ولانسيناه سنه باش يلعب معناتها في اكابر نادي ذات القربي في الرابطه الثانيه حاجه مش سهله برشا سورتو المدرب نتاعو اللي هو هنا عندي 25 سنه صغير برشا والحارس نتاعي قدي في العمر معناتها راه هذه تتحسب لك للحارس وللمدرب الاول ثم للمدرب الحراس. اليوم قام مباراه معناتها نقولوا فسخ 4-5 بونتو من معناتها من 5 بونتو في نيت معناتها 5 بيس نيت ان شاء الله يكمل هكا ان شاء الله يكمل سنه معناتها في المردود هذايا واللي مالاه علاش معناتها كان يلقى حظه في الفرق الكبيره ان شاء الله ربي يوفقه. نعرفوا لفريق نادي القربي وفريق ممول للفرق الكبرى فريق يكون الشبان، تراش انه نادي القربي عنده الحق يحلم بيطلع الرابطه الاولى وينسى شويه البيعانج لاعبين ويخمم في روحه يكون شويه. صحيح والله كانت عندنا اجتماع معناتها الجمعه هذه اللي هي المديره معناتها قالت وعود بالتمويل وان شاء الله باش نفكروا السنه معناتها في الصعود لما لا معناتها السنه وان شاء الله معناتها هي راهي امكانيات راهي الصعود في قربه راهي امكانيات امكانيات ماديه عندنا الملاعبيه عندنا الاطار الفني عندنا الجمهور الانترام بون ان شاء الله يبدلونا على قريب توسكو معناتها هذه فرصه باش نحكي في الراديو نتاعكم الانترام نتاعنا ما عادش يخلينا نتطوروا لي بليسور مسكولير لي بليسور لي دو في لي ارتيكولاسيون في معناتها ان شاء الله معناتها في قريب العاجل يتبدل التيران نتاعنا وان شاء الله بحول الله تشوفوا نادي رياضي القربي في المراتب الاولى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك انور بن حميده مدرب حراس نادي رياضي القربي. شكرا لك الى اللقاء في مواعيد رياضيه قادمه. شكرا لك مشور بنزرت اذا كان صهيب بالكاي حاضر ام لا.